طبعا بهذا النسيج هنا أمامنا هذه الطبقة العليا هي طبقة الإبيثيليوم اللي هي تعتبر ستراتيفايد لأنه عدة طبقات وهسه راح نشاهدها بقوة أكبر، واللي تحتها هي عبارة عن طبقة الكونكتيف تيشو لاير. هذا السلايد هو النون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويماس إبيثيليوم واللي هو يحتوي على عدة طبقات من الخلايا اللي هي أمامنا هذه. شوف هنا الطبقة اللي هي بالقاعدة، هذه هي قاعدة الإبيثيليوم، هذه يسموها البيزل سيلز اللي هي تكون كولومينر إبيثيليوم اللي راح تعطي خلايا ثانية اللي هي هذه اللي هي فوقها اللي هي عبارة عن كيوبويدال إبيثيليوم، واللي هي بعد هذه الكيوبويدال إبيثيليوم كل ما تتجه إلى السطح تصبح حرشوفية سكويماس إبيثيليوم. فهنا عندنا هذه الخلايا هي خلايا تكون عدة طبقات ولذلك راح نطلق عليها ستراتيفايد. وقلنا احنا نعتمد على اخر طبقة اللي هي توب موست لاير، اعلى طبقة نشاهد هذه الخلايا عندما تكون هذه الخلايا فلات. شوف هنا الخلايا عبارة عن خلايا تكون حرشوفية، فاذا هذا هو ستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم. وطبعا هنا كل الطبقات تحتوي على انوية، فإذا لا توجد طبقة متقرنة، فإذا هذا نون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويماس إبيثيليوم. ومثل ما موجود بالمريء موجود قلنا بالأورال كافيتي. النوع الثاني بالنسبة للستراتيفايد سكويماس إبيثيليوم هو اللي يكون اللي يحتوي على طبقة متقرنة واللي هو موجود بالسكن بالجلد. فهذا السلايد أمامنا هو النسيج الجلد السكن، طبعا يحتوي أيضا على إبيثيليوم يكون ستراتيفايد وسكويماس إبيثيليوم وعبارة عن نسيج طلائي حرشوفي مطبق، ويحتوي على الطبقة المتقرنة اللي تظهر هنا أمامنا واللي هي عبارة عن خلايا حرشوفية فاقدة للنواة، أي طبقة متقرنة. لو نجي ناخذها على القوة الأكبر اللي هي العشرة وبعدها ناخذها على القوة الأكبر الأربعين، طبعا هذه هي طبقة الإبيثيليوم اللي تحتوي على البيزل سيل اللي يكون كولومينر، وتجي بعدها خلايا فوق هذه الكولومينر تكون الكيوبويدال، وبالسطح يكون عبارة عن خلايا حرشوفية، وبعدها هذه الخلايا الحرشوفية تفقد النواة وتصبح خلايا متقرنة مثل ما موجودة بهذه الطبقة. وطبعا هذه الطبقة هي متجددة كل يوم تتجدد، ولذلك عندنا هنا بالقاعدة راح تكون بيزل سيل، هذه البيزل سيل هي لها قابلية الانقسام واعطاء خلايا جديدة. فاذا هذا هو طبقة الإبيثيليوم. شوفوا هنا بالقاعدة عبارة عن كولومينر إبيثيليوم، وبعدها تتجه الى الاعلى تكون كيوبويدال، وكل ما تتجه الى السطح تصبح خلايا حرشوفية مسطحة، وبعدها هذه الخلايا الحرشوفية مثل ما موجودة هنا راح تفقد النواة وتصبح خلايا ميتة واللي هي تعتبر طبقة الكيراتين كيراتينايزد ستراتيفايد، يعني يحتوي على عدة طبقات، سكويماس لأن أعلى طبقة تكون حرشوفية سكويماس إبيثيليوم.